معايا ايضا الاستاذ حسين شمردل زميلنا الصحفي من الكويت. مساء الخير يا استاذ حسين. مساء الخير يا استاذه لميس، وتحياتي لكافه الساده المشاهدين. اهلا بيك، قولي على الحمله اللي قمتوا بيها من الكويت وبسرعه احجز الان الفنادق يا بلاش، الاجواء فله، يعني احكي لي على الحمله. الحقيقه هو الاخوه الكويتيين هم اللي دشنوا الحمله فور التطورات الاخيره، والحقيقه دي مش اول حمله يعملها الاشقاء في الكويت من اجل دعم الاقتصاد والدوله في مصر. يعني بعد ثورة 25 يناير وما تلاها كانت هناك عدة حملات لدعم الاقتصاد المصري. بعد ثورة 30 يونيو شهدنا عديد من الحملات التي قامت بها شخصيات كويتية بدعم رسمي وشعبي تام من كافة أطياف المجتمع الكويتي. في هذه المرة بادر النشطاء الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق هذه الحملة وتصميم بوسترات لها لتشجيع الزيارة إلى مصر. نعلم ان الكويت، السياحة الكويتية بالتحديد، من اكبر الارقام اللي بتصل الى الدول العربية، تبلغ تقريبا حوالي 150 الف زائر سنويا، وتشكل قوة انفاق عالية، لاننا نعرف ان طبيعة السائح الكويتي من النوعية التي تنفق كثيرا في البلاد التي يقومون بزيارتها. وبالتالي من هنا تأتي اهمية هذه الحملة التي دشنها النشطاء في الكويت، وحققت الحقيقة انتشار واسع على كافة مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، والنتائج مبهرة والتعبيرات جميلة، أظهرت فعلا معدن الشعب الكويتي الشقيق الذي تناسى أي مشاكل ممكن أن تكون تعرضت لها الكويت في الأيام الأخيرة بعد الحادث المؤلم الذي تعرض له مواطن مصري. هب الكويتيين عن بكرة أبيهم عندما تعرضت مصر الشقيقة أو شعروا أن مصر تعاني من شيء من التآمر أو المشاكل الاقتصادية، سارعوا بنسيان كل هذه الصغائر الحقيقة، وقاموا بتدشين هذا الهاشتاج الذي حقق نتائج عالية. وانا بشكرك وبشكر طبعا كل الاخوه الكويتيين على هذه الروح الجميله اللي دايما بنتوقعها من الشعب الخليجي، ولان احنا في النهايه كلنا في مركب واحد. مصر هي قلب الامه العربيه، وده اللي بنتوقعه. والمشاعر يعني الحقيقه من الفيديو التونسي للمشاعر من الكويت للمشاعر من السعوديه، يعني كل ده الحقيقه بيدينا احساس بالدعم في اوقات صعبه جدا. احنا في اوقات صعبه الحقيقه استاذه لميس، احنا بنشعر بالفخر ان احنا نحيا في الكويت وفي منطقه الخليج عامه عندما نرى هذه المشاعر الجميله طبعا من الاشقاء الكويتيين تظهر وقت المحن دائما. وهو ده لان احنا دايما بنقف مع بعض وقت المحن. بالظبط، مظبوط. بشكرك استاذ حسين. لم تتوانى. أوكي. طبعا عمرها يعني. بشكرك استاذ حسين شمردل زميلنا الصحفي من الكويت.